الاهلي بعد غياب شهر تقريبا خلاص هيرجع للمنافسات المحليه، واللي هتكون بدايتها النهارده امام طلائع الجيش الساعه 7:30 تحديدا. عندنا اكيد كلام وملفات كتيره جدا عن المباراه واداء الفريق كمان والاستعدادات. خلينا بس كل ده ان شاء الله هنناقشه مع الناقد الرياضي اللي منورنا كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. صباح الفل. صباح الخير يا نهار. صباح الخير يا كريم. صباح الخير لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. منور الدنيا كلها. طبعا اكيد هنتكلم معاك بقى بالتفاصيل عن مباراه النهارده وعن فيتا كلوب ان شاء الله لاحقا. بس يعني لو تسمح لي انا عايز ابتدي معاك من نقطه يعني ملتهبه حبتين. طب واعتقد ان هي جديره بالمناقشه الى حد ما. فكره ان موسيماني الفتره الاخيره تعرض لمجموعه من الانتقادات. نعم. فيعني رؤيتك ايه لهذا الامر؟ لا ده امر طبيعي اكيد. المنصب المدير الفني معرض للنقد سواء كان نقد ايجابي او نقد سلبي، وهو اوريدي طبعا راجل خبير بالحته دي وعارف الكلام ده كويس، وعارف طبعا ان الشغل في شمال افريقيا وخصوصا في مصر مختلف تماما عن الشغل في جنوب افريقيا، وان الاعلام والانتقادات ومتابعه الجمهور للكوره في مصر وكمان طبيعه جمهور النادي الاهلي هو بطبعه جمهور انتقادي دايما بيعلق على اي شيء، دايما في 80 مليون خبير كوره في مصر، ودي حاجه سواء الناس تشوفها بشكل سلبي او الناس تشوفها بشكل ايجابي هو في الاخر امر واقعي. صحيح. يعني بقول رايك فيه زي ما انت عايز مش مشكله، ولكن هو امر واقعي كلنا بنقول ارائنا في الكوره، وبالتالي يجب على الراجل انه يتحمل هذه الامور ويكون عنده سعه صدر لهذه الامور. واكيد برضو هو كمدير فني هيصيب في بعض الاوقات وهيخطئ، واكيد اكيد فيتو موسيماني ما زال في وجهة نظري الشخصية في مرحلة التعليم لظروف ومنظومة النادي الأهلي. محدش الاستكشاف يعني نقدر محدش يتعامل مع بيتسو موسيماني رغم طبعا البداية الأكثر من رائعة. صحيح. طبعا محدش يتعامل معاه إن الراجل وصل للتوب فورم بتاعه، لا طبعا احنا بنتكلم منظومة النادي الأهلي بالنسبة لأي حد جديد منظومة كبيرة لازم تقعد فترة تبدا تتعلم وتدرس وتجي لك خبرات، ودي شيء كويس كويس جدا يا كريم ان السقوط والامور او النتائج النيجاتيف او السلبيه بتحصل في الاول. ده شيء يعني كويس جدا. ليه؟ يبقى عندك مساحه وقت ان انت تتعلم وتتدارك الامور فيما بعد في الماتشات المهمه. وبالتالي بيتسو موسيماني اكيد، ولو اذا مثلا خدنا ماتش سيمبا الاخير كمثال اكيد كان عندنا اخطاء كتيره، واعتقد احنا يعني اهو عشان بعض الناس اللي قالوا ان احنا في قناه النادي الاهلي ما بنقولش الاخطاء ودايما بنطل او دايما بنقول الصوره الحلوه مثلاً. اعتقد احنا صبح وليل ليل وصبح. طب ايه رايك يا كريم نبدا من هنا؟ يعني مش عايزين ناخد وقت، بس طبعا احنا عايزين ننظر يعني للقادم خلاص، يعني في صفحه افريقيا هنقول ان هي دلوقتي التركيز الاهم في الدوري المحلي. ولكن قبل ما نروح للدوري ونشوف كده اخطاء، وانت كنت معانا برضو واتكلمنا، بس رايك ايه في يعني مش هقول لك الاخطاء اللي احنا عملناها، بس رايك ايه في الاداء بتاع الاهلي سريعا في ماتش سيمبا؟ في ماتش سيمبا الاخير. طب نقطه كويسه، احنا اي كلام هنقوله على ماتش سيمبا احنا بنتكلم على ماتش سيمبا، بنتكلم على 90 دقيقه بتوع ماتش سيمبا بالزبط. ما بنقيمش الفريق بشكل عام وبنقيمش بيتسو موسيماني بشكل عام. ولازم على الساده المشاهدين يبقوا فاهمين الفرق ما بين الجملتين اللي انا بقولهم. احنا بنقيم مباراه ولا نقيم فتره ولا نقيم مدرب بشكل عام. ماتش سيمبا تاني الطريقه اللي لعب بيها بيتسو موسيماني هي مش طريقه دفاعيه. اي حد يظن ان 4-3-2-1 طريقه دفاعيه بحته، لا، هي الفكره في التوظيف. وهدي مثل بسيط عشان الساده المشاهدين يعرفوا الفرق ببساطه. لما مدير فني يلعب ب 4-3-2-1، على فكره انت بتطلع مفروض في التاكتكس بتاعت الطريقه دي ان انت بتطير اتنين من الوسط، يعني بتلعب ب2-8 و1-6، وبتخلي 2-8 دول دايما متقدمين قدامه بيساعدوا الثلاثه اللي قدامه. يعني احنا بنهاجم ب5 المفروض يعني. طيب لو انا بلعب بطريقه 4-2-3-1 المدافع رقم 6 بيبقى وحيد. انا ساعات بثبت جنبه رقم 8 بقول له ما تقدمش قوي عشان ما تسيبش فراغات. فهنا ممكن اكون بهاجم ب4. فهي الفكره مش في العدد او مش في الرقم اللي هو 4-3-2-1 او 4-2-3-1 او 4-3-3، لا، الرقم ده بس ده هو فورميشن على الورق. انما الاساس في المهام الموكله للعيبه داخل الملعب اخبارها ايه. طيب احنا ليه ظهرنا بالشكل الدفاعي البحت
قدام سيمبا عشان نقطتين، ان خط الوسط بتاعنا الثلاثه ما كانوش بيتقدموا، كانوا دايما متراجعين، والاثنين الفول باكس بتوعنا محمد هاني ومحمود وحيد قبل الهدف بتاع سيمبا كان واحد بس اللي بيطير والتاني بيثبت. فده خلى عندنا مشكله في ايه، في الكره الثانيه. كنا دايما لما الكره الطوليه بتتلعب وتنزل ترتد نص الملعب ما كناش بناخدها، كان لعيبه سيمبا هم الاكثر عددا في نص الملعب، وبالتالي دي امور اكيد تكتيكيه المفروض يكون الجهاز الفني على علم شافها وتعلم منها. طبعا احنا مباراه سيمبا اكيد يعني كنا دروس مستفاده يعني. طبعا طبعا اكيد احنا يعني استعرضنا الامور دي اكيد كتيره من ساعه المباراه، ولكن اكيد المنافسه على المستوى المحلي مختلفه على المستوى الافريقي. وافتكروا يوميها احنا اتكلمنا الصبح على النقطه، حتى انا فاكر سؤال نهواني النقطه بتاعه الجمهور، وقلت لك خلي بالك ساعات اللعيبه لما بينزلوا، طبعا اللي حضر المباراه مش 30,000، اللي حضر المباراه دي 60,000. احنا شفنا الملعب بتاع سيمبا ده 60,000 اللي حضر. في بعض اللعيبه لما بينزلوا واحنا بقالنا فتره طويله بنلعب في ملاعب سايلنت، طبعا طبيعي دي دول بشر. وكمان نضيف عليها الاحصائيه اللي احنا عرضناها الخاصه بمباريات الساعة 3 يا كريم، ان احنا من 2018 ما بنلعبش غير بعد كده مباراة كتير. الساعة 3 العصر بالنسبة للنادي الاهلي فيها مشكلة، وانا استعرضت 9 مباريات من 2009 من 2018 من 2018 لعبنا 9 مباريات لغاية دلوقتي الساعة 3 العصر في افريقيا. طيب نتائجنا فيها ايه؟ 6 خسائر، هزيمتين، تعادلين وفوز وحيد، وفوز وحيد السنة دي قدام فرقه ضعيفه. هو كان باين قوي يا كريم اصلا من يعني العين حتى المجرده كده تقدر تشوف اللاعب المصري اللي هو لاعب الاهلي يعني واللاعب بتاع سيمبا فرق كبير جدا. واحنا هنا في البرنامج استعرضناها، نعم، وفي البرنامج هنا استعرضناها صح. وهو احنا طبعا ان شاء الله باذن واحد احد يوم السبت عندنا فيتا كلوب هنا في مصر، وبعديها عندنا فيتا كلوب العوده في كينشاسا، بعديها عندنا ماتش المريخ، وهو احنا من دلوقتي انا بقول اهو ماتش المريخ السوداني اكيد بنسبه كبيره هيبقى الساعه 3 العصر. فيتا كلوب احنا دايما بنلعبهم الساعه 6، فيتا كلوب دايما بنلعبه الساعه 6، وان كنت اشك ان هم هيختاروا الساعه 3. طب يعني اولا النقطه اللي انت وقفت عندها دي نقطه ملفته جدا للنظر، فكره ان من 2018 6 خسائر واثنين تعادل واحد فوز من اجمالي 9 مباريات. طب يعني اكيد الجهاز الفني والاداري يعني خد باله من التفصيله دي طبعًا. واكيد المفروض يشتغلوا عليها يعني يراعوا ده حتى في التدريبات هنا في مصر. شوف هي ليها حلين. مباراه طبعا احنا في مصر هنا بنلعب 5 وبنلعب 7:30 دي ماتشات الدوري معظمها. نادرا ما بنلعب الساعة 2:30، الاهلي بيلعب 2:30 او الا في حالة واحدة لو لعب ماتش اسوان زي السنة اللي فاتت لما النادي الاهلي لعب اسوان الساعة 2:30 لما كان رينيه فايلر هو المدير الفني. طيب ماتش 2:30 ده او 3 صعب جدا يبقى عندك ماتش رسمي، اتحاد الكورة اوريدي ما بيلعبش الاهلي او الزمالك الساعة 3 لظروف تسويقية وظروف طبعا اذاعة المباريات والاعلانات ومثل هذه الامور. وبالتالي انا بشوف ان حل مباريات او انك تعمل ماتشات وديه ربما ما يكونش امر جيد. ليه؟ انك هتعمل ارهاق للعيبه، وكمان عندك خوف من الاصابات، انك هتلاعب منافس ممكن في ماتش ودي ممكن لعيبه تصاب. طب ايه الحل البديل لده؟ الحل البديل انك تبدر التدريبات في الفتره لما تعرف ان انا مثلا يوم السبت الجاي، بقول مثلا السبت الجاي انا هلاعب فيتا كلوب الساعه 3 العصر وماتش اوي، فتدريباتي تبقى الوقت ده قبليها باسبوع او 10 ايام طبعا. طالما انا عارف الميعاد بدري بقى انا بقالي 10 ايام اعمل ايه بقى؟ ابدر التدريب. معلش طبعا انا اسف اللعيبه هتتقدر بكل تاكيد بس افضل ليهم، بس يعني اكيد الناتج عماش نتعب شويه الفتره دي بالظبط بالظبط زي اللي احنا عملناه في مباراه العوده قدام سان داونز 1-1. ساعتها كان منظومه كامله بنتكلم، طبعا دي كانت اول مباراه لينا بعد هزيمه 5-0، وهزيمه 5-0 اكيد اكيد بنسبه 70% ما كانتش فني، اللي شاف المباراه دي ما كانتش فني خالص، يعني في امور بدنيه وامور يعني تدريبيه قبليها ما كانتش متظبطه. وبالتالي والساعه طبعا البيولوجيه بتاعت جنوب افريقيا معانا، وفكره ان احنا بنلعب ماتشاتنا بالليل وحاجات كتيره جدا، فلكن ما احنا اهتمينا وبدرنا. وانا فاكر ان فايلر ساعتها عمل تدريب النادي الاهلي في الفتره اللي قبل مباراه سان داونز 10:30 الصبح. اللعيبه كانت بتنزل ملعب التتش 10:30 الصبح. فبتاني هي تجديره للعيبه ولكن بتحتاج ان احنا نعملها لفتره عشان تخش المباراه دي وانت جاهز. لكن لو انت جيت على المباراه وطبعا ونظامك انت الحياتي، وحتى انا برضه اهو فاكر الحلقه بتاعت يوم سيمبا احنا شرحناها، لو انت اسلوبك الحياتي متعود انك تقوم من النوم الساعه 12 عشان تمرينك
يبقى الساعه 2 الظهر او 3 العصر اكيد صعب قوي 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 لما اجي اقول لك الماتش بتاعه العصر بقى حاجه انت ممكن تتكيف عليها بسهوله. طيب تمام، نروح بقى لما هو قادم والنهارده وطلاع الجيش. بنتكلم عن فريق ما هوش بسيط، احنا عندنا يعني بيدربه كابتن كبير عبد الحميد بسيوني. فهل احنا نقدر نقول مثلا النهارده الماتش هيبقى ما بين فكر مدرب ومدرب او جهاز فني وجهاز فني، ولا مهارات لعيبه في الملعب؟ خلينا نعرف منك التصور. طبعا الكابتن عبد الحميد بسيوني اكيد هو بقى اسمه مرتبط بنادي طلاع الجيش، زي ما الكابتن طلع العشري جه فتره اسمه مرتبط بحصل حدود، والكابتن ايهاب جلال مرتبط بمصر المقاصه. وبالتالي كابتن عبد الحميد بسيوني عارف يعني افضل التوليفه الافضل لطلاع الجيش، ودايما بيلعب بيها. وطبعا شفنا حتى في مباراه كانت ساعتها كان كابتن طلع العشري هو المدير الفني في فاينل الكاس، والشكل الدفاعي اللي طلاع الجيش لعب بيه، واعتقد هنشوفه كوبي منه النهارده في المباراه. لان طلاع الجيش طبعا اكيد مش هينزل قدامنا فاتح الملعب، وكالعاده بيعتمد على الزون ديفنس. وطبعا اكيد انا متاكد ان كابتن عبد الحميد بسيوني برضو هيسهل على لعيبته مساله الهجوم، وهيلعب على الكروسات سواء لعمرو جمال او ناصر المنسي، الطريقه الاسهل له في اللعب والوصول لمرمى النادي الاهلي. طيب احنا مرينا بتجارب نيجاتيف في الدوري، او تجارب سلبيه قدام البنك الاهلي وقدام وادي دجله، وبنستاذن ضيفنا العزيز كريم سعيد. جه بقى وقت الفاصل، اللحظه اللي كنا خايفين منها والله. ما هنعمل ايه، اللهم لا اعتراض. بس هو فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل. الاهلي وطلائع الجيش الساعه 7:30 على الاهلي والسلام، ان شاء الله يكون الفوز اهلاوي. نرجع للاستاذ كريم، وكنا بنتكلم عن طلائع الجيش وكابتن عبد الحميد وازاي التصور ممكن يكون النهارده فيما يختص بطلاع الجيش، بعدين اكيد هسالك طبيعه الحال عن توقعاتك لتشكيل الاهلي. نعم اكمل، احنا كنت بتكلم على الماتشين اللي النادي الاهلي يعني وقعهم في التعادل قدام وادي دجله والبنك الاهلي، بعيدا طبعا مباراه بيراميدز، لان مباراه بيراميدز يعني فنيا لا تقارن بمباراه البنك الاهلي وادي دجله. لكن في الاربع نقط اللي احنا خسرناهم قدام وادي دجله والبنك الاهلي، انا في وجهه نظري كان ممكن يتفادى السقوط ده لو احنا ما بنديش المنافس المساحه ان هو يكتسب ثقه. طبعا مباراه البنك الاهلي اكيد كان فيها الظروف بتاعه المطر الشديد اللي كان في ملعب الماكس، وكمان اختيار الكابتن محمد يوسف في ملعب الماكس عشان هو ملعب ضيق، وطبعا الملعب الضيق بيقلل من فرص النادي الاهلي. النادي الاهلي بطبيعته بيحب يلعب على الملاعب الواسعه عشان يقدر يعمل ستريتشنج للجناحات بتاعته، دي بتعمل جهد بدني ازيد على المنافس، وبالتالي اي منافس يحب يلعب النادي الاهلي في ملاعب ضيقه عشان انا ما اتعبش اكتر. وبالتالي نقطه مهمه جدا جدا لازم ان شاء الله الجهاز الفني يكون واخد باله منها النهارده، لان كابتن عبد الحميد بسيوني اكيد النهارده زون ديفنس هيبقى موجود، مفيش ضغط طويل او ضغط عالي على النادي الاهلي بدايه المباراه، فلازم احنا نبادر بهذه النقطه. حتى برضو يوم مباراه سيمبا واحنا بنتكلم قلنا نتمنى بدايه المباراه البريشر يبقى من عندنا احنا، احنا واخدين الدفعه دي، لكن احنا بمرور الوقت والامور طبعا النفسيه بتاعت الملعب والامور اللي حصلت في المباراه خلتنا الى حد ما شكلنا يبان ان احنا بنلعب زون ديفنس اكتر ما احنا بنضغط على المنافس. فنقطه مهمه وانت بتلاعب منافس اقل منك، مهم قوي قوي انك ما تدهوش الحته ان هو يقدر ياخد المعنويات العاليه، يعني كل الوقت بيمر والنتيجه متعادله، او حتى انت ما بتضغطش وما بتعملش كم هائل من الهجمات عليه، هو بيكتسب المزيد من الثقه. نقطه صحيحه جدا، احنا الدوري اللي فات يعني السابق اللي احنا فوزنا فيه الحمد لله احنا كنا كده يعني، والماتشات الاخيره تحديدا احنا كنا بنحقق الفوز من اول الدقائق الاولى يعني في الشوط الاول، بس ما لاحظناش ده موجود بعد كده في الدوري الحالي. هو طبعا في ظروف، خلي بالك يا نهواند ان احنا بنتكلم على فتره مضغوطه، يعني اللعيبه نفسها طبعا بتشفت من كومبيتيشن لكومبيتيشن ومختلفه، افريقيا يعني بنتكلم احنا بنلعب محلي نطلع نلعب قاري، بعد كده نلعب دولي، بعد كده نيجي نلعب محلي ونلعب قاري، فطبعا اكيد الامور دي عامله احمال بدنيه زياده على اللعيبه، وكمان نفسيا في تارجت بتتحط، احنا عايزين الدوري اوكي عملت علامه صح، اوكي عايزين الكاس عملت علامه صح، عايزين العشره، عايز دوري ابطال افريقيا عملت صح، عايزين ميداليه في المونديال، فكل ده انت برضه بتحط تاسكس كتيره على اللعيبه، فهم برضه ذهنيا يعني برضه تعبانين. ولكن طبعا ده اكيد يعني نقطه
يجب على اي لعيب نادي الاهلي ان هو يتحملها. بس في تفصيله برضو يا استاذ غريب بعد اذنك، يعني ليه دايما الامور بتبقى متسابه ان الفرق المنافسه هم اللي يحددوا الميعاد وهم اللي يحددوا مثلا الاستاد اللي هيتلعب؟ يعني مثلا ممكن تبقى بتلعب فريق مثلا منافس من محافظه ساحليه، اللعيبه بتاعته متعوده على ان هم يلعبوا تحت الاجواء الممطره مثلا او الاجواء العاصفه، فهم اللي يختاروا، زي ما كنا بنتكلم من شويه عن ان هم اختاروا مثلا كابتن محمد يوسف. مظبوط، مثلا استاد الماكس تحديدا عشان هو ضيق، فده هيساعد اللعيبه بتاعته على حساب لعيبه النادي الاهلي. ليه ما بيكونش في قوانين هي اللي بتحكم الامور؟ ليه الفرق هي اللي بتختار التوقيت والملعب اللي تلعب عليه؟ هو طبعا في 13 مباراه بتوعك بتوع النادي الاهلي، هو اللي يختار الملعب بتوعه، ما يحسش كده دول بتوعنا احنا. طيب في 13 مباراه اخرى انت بتلعبهم مش بتوعك، بتوع المنافس. فالنظام دلوقتي حاليا في مصر ان النادي بيختار ملعب، يقولوا اتحاد الكوره مثلا، بنك الاهلي هو فريق مش من اسكندريه اصلا، هو فريق من القاهره المفروض يعني. فكابتن محمد يوسف ساعتها ما كانش عنده اي ملعب، كان في مشاكل في المواقفات الامنيه، فاختار ملعب الماكس وبيودي رغبته لاتحاد الكوره. اتحاد الكوره يرجع للامن، هل ينفع العب المباراه دي في الملعب ده يوم الفلاني؟ فالان هو اللي يقول زي بالظبط. ايوه، ليه برضه ليه الفرق هي اللي بتختار؟ ليه ما بيكونش في ما هي بسالك سؤال اصله ايه يعني؟ ليه ما يكونش فيه يعني حاجه ملزمه لكل الفرق؟ بطبيعه الحال انا كمدرب فريق اكيد هختار الملعب والتوقيت والملابسات والظروف اللي تتناسب مع لعيبتي. لا انا فاهم، بس هي الفكره في حته ان انت طبعا من بدايه الدوري النادي الاهلي يعني مثلا النادي الاهلي عنده استاد بتاعه وبيحط كمان استاد القاهره كسبستيوشن كملعب بديل. حلو. وبالتالي الظروف نحن حاليا في مصر ان طبعا الجهات الامنيه ليها وجهات نظر، لان الكره يعني في مصر برضو لحد ما عندنا بعض المشاكل، فبالتالي لازم الامن يوافق، والامن جزء اساسي طبعًا من منظومه الكوره في مصر. فمثلا هديك مثال اوريدي حصل، النادي الاسماعيلي كان حابب يلعب مباراته القادمه، طبعا مباراه النادي الاسماعيلي ضد النادي الاهلي، كان حابب يلعب مباراه الاهلي في ملعب الماكس. الامن في اسكندريه رفض، قال لا يلعب في استاد اسكندريه، لان اصلا المباراه كان محدد لها برج العرب. اوكي. فالنادي الاسماعيلي حب على فكره ان هو يلعب في ملعب ضيق، على فكره حب يلعب في ملعب ماكس، بس هنا اترفض. ليه؟ امنيه. الامور امنيه بقى. طبعا. ده امر امن، قال له لا الماكس مش هينفع عشان المنطقه عند الماكس ربما تكون ضيقه شويه في التامين. فلا عشان طبعا بنتكلم على مباراه اهلي واسماعيلي، عشان برضه طبعا الساده المشاهدين ممكن طبعًا. حد يقول لي طب اشمعنى الامن وافق على مباراه البنك الاهلي؟ عشان البنك الاهلي ما عندوش جمهور، مباراه البنك الاهلي والنادي الاهلي ما فيهاش ازمه، لكن مباراه الاسماعيلي والاهلي لحد ما مباراه جماهيريه طبعًا. فتم تحديد أوكي. ملعب الاسكندريه ملعب ليها ان شاء الله. وزي ما بيحصل برضه يعني الاتحاد الافريقي الكاف وقت لما بيتحدد برضه ميعاده ممكن يقول لك حدد ميعاد ويدي لك، لان انت ممكن انت دلوقتي الدوله المستقبله الماتش يبقى عندها ما يقول لك الاضاءه بتاعتي مش عارفه ايه، الكاميرا بتاع يعني ليها، فهم فيها جدال، ممكن الفرقه هي اللي بتختار. بالظبط. طيب خليني نتكلم عن النهارده بقى. نعم. التشكيل المتوقع للاهلي. اوكي. ده لان انت كنت معانا في سيمبا انا فاكره وقلت تشكيل بس ما حصلش خالص على ارض الواقع. لا 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 قلت زي ما هو. لا انت قلت هتبدا كان وقتها محمد شريف. لا 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 قلت اوطى بوليا. بجد؟ لا ما هو مش في ريكورد حلقات متسجله، احنا في دوكيومنتيشن هنا. احنا قلنا في ماتش سيمبا ال 4-3-2-1 حتى احنا قلناها من الصبح. لا دي قلناها على وان الفكره كانت فكره جيده كفورميشن، بس التنفيذ في ارض الملعب كان لحد ما ماشي. مختلف شويه. انا ممكن اقول حاجه بس اخيره جدا طبعًا. احنا فاضل لنا دقيقه ونص على الختام. سريعا سريعا طالما النهارده ان احنا جايين من نتيجه سلبيه يبقى لازم التجارب تختفي تماما. تمام. ويجب ان احنا نلعب على قد ما نقدر بالاسماء الامنه يعني وبالطريقه الامنه. ففي وجهه نظري 4-2 هنرجع لل 4-2-3-1، واعتقد اهم تغيير ربما بنسبه تفوق 90% هنشوفه النهارده هو دخول محمد شريف كمهاجم اساسي للنادي الاهلي بنفس المنوال اللي شفناه في الاداء الرائع للنادي الاهلي في اول مباراه الدوري لغايه لما وصلنا للبيك بتاعنا او التوب في مباراه الاتحاد السكندري لما احرزنا 4 اهداف في 60 دقيقه بس. عموما يعني كلنا ان شاء الله يعني في انتظار مشاهده ومتابعه مباراه قويه نشوف من خلالها الاداء المعتاد
والمتوقع من النادي الاهلي. نعم. واكيد برضه بطبيعه الحال كلنا بنتمنى ان تكون النهايه اهلاويه، وبنشكرك على وجودك معانا كريم، نورتنا. صباح الخير. مساء الخير. انت ما قلتش محمد شريف المره اللي فاتت يبدا. ما بقول لك عندي كذاكر يا كريم، عندي كذاكر. احنا نرجع نشيك بعد الهوا، نشيك على طول. طبعا طبعا. نورت الدنيا يا كريم. ميرسي جدا. كريم ان شاء الله يعني الفوز يكون اهلاوي. كام توقعات؟ بلاش انا عشان انا طلعت فقر في الموضوع ده جدا. بلاش اتوقع. ان شاء الله نكسب. بالظبط هنكسب. هنختم كده ان شاء الله هنكسب، ونشوف حضراتكم بكره ونبدا بصباح النصر باذن الله.